هنتكلم النهارده بقى بمناسبه ان احنا بنتكلم عن الفيروسات المختلفه وازاي الواحد يبقى عنده وقايه وازاي الواحد يخلي باله من صحته والمكملات الغذائيه ازاي ممكن ان هي تؤدي او تساعد على تحقيق ده اصلا في حياتنا. نبدا من النقطه دي. تقويه المناعه يا نهاوند مش شيء ترفيهي اطلاقا، يمكن بقالنا سنتين ركزنا في قصه المناعه بسبب كوفيد بالزبط. لكن احنا المفروض نركز في مناعتنا مش بس عشان كوفيد 19، احنا عندنا فيروسز ثانيه. عندنا سمعتي عن جدري القرود اللي ما عندوش مناعه طلع كده فجأة برضو؟ أيوة. وفي فطريات قاتلة زي الفطر الأسود، يعني في حاجات كتيرة جدا، هو أشهرهم كوفيد 19، لكن في حاجات كتير لازم مناعتنا طول الوقت تبقى ستاند باي. جهازنا المناعي ده يعني من أقوى الأجهزة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا عشان تبقى حيطة سد لكل الفيروسز والبكتيريا اللي بتخش أي جسم غريب بيخش جسمنا. طيب ازاي نقدر نحافظ على جهازنا المناعي بطريقه او نعزز من جهازنا المناعي؟ بطريقه بسيطه جدا، لايف ستايل وفيتامينز. اللايف ستايل، اولا ننام بالليل وننام فترات كويسه، نشرب ميه كويس، نلعب رياضه خفيفه، ما بتكلمش ان احنا طول الوقت نبقى في الجيم، ونقلل جدا او الافراط في الانتي بايوتكس. على طول بقول الافراط الشديد في الانتي بايوتكس بيعمل خلل في جهاز المناعه. في ناس عندها النقطه دي اللي هو اي حاجه يلا هات انتي بايوتك، ده وحش جدا. والافراط الشديد في السكريات، لو نسبه السكر عليت طبيعي المناعه تقل، وتعزيز جهازنا الهضمي. ده اللايف ستايل، يعني انا كمان لازم ابقى معززه جهازنا الهضمي. عشان كده بقول لكل الناس اللي عنده اسهال مزمن، اللي عنده حاسس بمشكله في معدته، حاسس بحرقان، يجري على دكتور باطنه ما يستناش. ده اللايف ستايل بتاعنا، ونشرب ميه كويس، واكيد نقلل التدخين اللي بيدخن، بلس الفيتامينز والمكملات الغذائيه مع الاكل الصحي.